السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدني مروركم على هذا الفيديو. معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين أم مسك لقراءة التارو والروحانيات. كيفكم؟ إن شاء الله أموركم طيبة، يسعد لي أوقاتكم، وإن شاء الله كل من شاهد هذا الفيديو أول مرة يتفرج على الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك أي فيديو جديد. طبعا اليوم عنوان الفيديو هو اختر عدد وستعرف نوع زواجك وتاريخ زواجك، كيف رح يكون نوعه، طريقة التعارف مع هذا الشخص، المسافة اللي بينكم الآن، وأوصاف عنه. أما بالنسبة لموضوع اسم الشخص فسنعرفه من خلال قراءة الفنجان إن شاء الله اللي رح تنزل بكرة بإذن الله سميع العليم. بعد هذا الفيديو مباشرة إن شاء الله رح يكون هناك بث مباشر. هذول القراءات تارو مارسيليا، خلينا نقول إنها يعني خلينا نقول أوراق تعزيزية، ورح نأخذ كذلك تارو الغجر. تمام، كل ما عليك الآن إنك تختار ما بين الرقم 1، ستختار بحسب خلينا نقول العدد. تمام، ستختارون بحسب قراءة العدد، ليس قراءة أحرف ولا أي شيء. خلينا نغير الطاقة شوي، يعني يمكن تكون فيها خير. طاقة حجر أو طاقة عدد، مو طاقة أحرف. الطاقة الأولى أو القراءة الأولى هي قراءة الحجر الأحمر وهي رقم 1، القراءة الثانية هي الحجر الأخضر وهي قراءة رقم 2، القراءة الثالثة هي الحجر الرخامي وهي قراءة رقم 3. كل ما عليك إنك تختار إما بالعدد 1 2 3 أو إنك تختار بحسب الكالوري، يعني أوكي؟ رح نعرف كامل التفاصيل وكامل الأمور من خلال هذول الفيديوهات. رح نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالقراءة رقم 1. يا هلا ومسهلا ومرحبا بكم جميعا. قراءة رقم 1 هي قراءة الحجر الأحمر. خلينا نشوف كيف حالكم وأحوالكم وكل اللي في بالكم. الشخص اللي رح يكون من نصيبك من هو؟ رح تتعرف عليه من خلال هذا أو هذه القراءة، هذا الفيديو أو هذه القراءة. طيب خلينا نشوف. أول حاجة حبيبتي، تعارفك رح يكون يعني زواجك أو اختيارك لهذا الشخص سيكون عن طريق شخص. هذا رح يعني هو معجبك، هو معجب بك، أوكي؟ هو معجب بك ويبغى يتعرف عليك أو تعطينا فرصة. فأنا شايفة أنه يعني زواجك أو نوع زواجك رح يكون عن طريق الإعجاب، يقدر يكون من طرفين أو يقدر يكون من طرف واحد. تقدر أنك تكون يعني الإعجاب من طرفك ومن طرف هذا الشخص. تمام، أنا اللي شايفته هنا أنه يقدر الشخص هذا يكون معجب بك أو معجبة به. في كل الأحوال طريقة تعارفكم رح يكون من خلال التواصل المباشر. يقدر يكون زميلك في العمل، صديقك في الدراسة، إنسان موجود في حياتك وقاعد يراقبك وربما يشوفك بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري. يعني في كل الأحوال يعرف تفاصيلك. الشخص هذا تراه دارس شخصيتك وتصرفاتك وطبعك، الظاهر إنه قاعد يراقبك من فترة. يقدر يكون حتى الشخص هذا متعرف عليك عن طريق السوشيال ميديا ويحاول انه يعرف تفاصيل عن حياتك اكثر، لانه انا اللي شايفته الان انه الشخص هذا معجب بك ويبغى يتقدم لك، وهذا مره شيء حلو ترى. اوكي، مواصفات الشخص هذا تراه الان هو في بلد ثاني، ما هو موجود في نفس بلدك، او انه هو الحين مسافر في اجازة. يعني يقدر يكون مثلا يقدر يكون زميلك في العمل وطلع إجازة وطلع سافر، لأنه حاليا مو في نفس الدولة اللي أو مو في نفس المكان اللي أنت متواجدة فيه. تمام، أو ربما هو يتنقل أو شغله فيه تنقلات، لأنه الشخص هذا يعني حركي جدا، عملي جدا، حركي جدا. وخلينا نشوف إيش برجه، شوف برج الشخص هذا. نسحب 3 كروت تعزيزية. أوكي، الظاهر إنه برج هوائي، برج الميزان، برج هوائي، برج الجوزاء أو الميزان. طلع معاي كذا برج الجوزاء أو الميزان. من ناحية الأبراج الترابية
برج الجدي، والأبراج النارية برج الأسد، تمام؟ الجوزاء الميزان، الجدي أو الأسد، رح يكون من هذول الأبراج. الشخص هذا رح يكون من هذول الأبراج. طيب، هو عملي وحركي جداً. تاريخ زواجك رح يكون بهذا الشخص. ضعي 3 أوقات من تاريخ سماعك لهذه القراءة. يقدر يكون بشهر 3 هذا، تقدر تكون حتى خطوبة، لكن الحين نتكلم عن زواج، يعني إعلان للعلاقة، إعلان وترسيم العلاقة بالزواج، ما نتكلم عن خطبة، تمام؟ تقدر تكوني أنت بعد 3 شهور أو 3 أسابيع يكون خطبتك، لكن عندك 3 أوقات إلين يتم مراسيم الزواج. يعني إذا مو بشهر 3 هذا، إذا مو بشهر 3 هذا، سيكون بشهر 3 الجاي أو بعد 3 شهور من تاريخ سماعك لهذه القراءة. للناس اللي ربما تقول لي أنا تراني مو مستعدة للزواج، يمكن أنك تضعي 3 سنوات، ترى أنه هي قراءة مفتوحة للجميع وصالحة لكل زمان ومكان. يعني أنت من الأخير زواجك رح يكون بعد 3 أوقات، ما نقدر نحدد لأنه هي قراءة عامة. أما القراءات الخاصة فتعطيك بالتفصيل متى رح تتزوجين، بالشهر وبالسنة وبالحتى بالأيام، وكل الناس اللي يعني تواصلت معي تعرف هذا الشيء. طيب، بالنسبة لتاريخ الزواج قلنا بعد 3 أوقات، يعني احتمالية كبيرة للناس المتسرعين عشان يتزوجوا وجاهزين للزواج، يعني تاريخ شهر 3 أو بعد 3 شهور من سماعك لهالقراءة، يعني إما شهر 3 أو شهر 4 هذا، أو ربما على بعد 3 سنوات أو 2023 شهر 3 مارس الجاي، أوكي؟ بالنسبة للمسافة بينكم الحين، أنتم يمكن الشخص هذا أقول لك سريع، يعني كثير التنقل، قدر يكون أنه هو الآن مسافر، لأنه أشوف أنه في مسافة بينكم، بعيد عنك الآن، هو بعيد عنك الآن، لكن عادي يقدر يقترب، يقدر يروح ويقدر يقترب. المسافة اللي بينكم تراها ما هي بعيدة حيل، ترى المسافة قريبة، والشخص هذا قادر انه يتقرب لك، والله لو يكون بينكم برور وبحور يقدر انه يجيكي. الشخص هذا 30 او يكبرك سنا بأربع او 14 سنة. اذا انت 20 ترى الشخص هذا 34 كذا، اذا انت 30 انا اكثر حاجة شايفة انه المجموعة هذه الشخص اللي راح تتزوجين به هو رجل 30، واحتمالية كبيرة جدا انه الاشخاص اللي دخلوا لهذا الفيديو هم من طبقة او من عمرية العشرينيات، يعني اوكي. خلينا ناخذ اوصاف عن الشخص هذا، خلينا نشوف، انه انا شايفة انه انسان عملي جاد طموح. الان هو وحيد، يعيش حالة من اللي يبغى كذا، يعني هو إنسان مثلا أعجب بك وقاعد من بعيد يراقبك، هو إنسان غير متسرع وليس منسونجي، يعني إذا أحب واحدة يقعد يدقق فيها، لو في شخص ثاني وكان نسونجي وكان زير نساء كان على طول قال لك الموضوع، لكن هو متأني وبطيء وإنسان يعني خلينا نقول إنه جامد وعنده شخصية حلوة. بالنسبة لشغل هذا الشخص، أنا شايفة إن شغله في اقتصاد أو حاجة، أمور بنوك أو أمور يعني فلوس كذا، شايفة إنه يعني ما شاء الله يعني مجتهد في عمله وعنده مكانة في المجتمع، يعني قادر إنه يعني ما شاء الله يعني إنسان محترم وإنسان عملي جدا، دؤوب، يحب العمل، يحب المثابرة، أهله ناس كويسة وتخاف الله. وترى عنده، عشان أخصص لك أكثر، تراها عنده هم ولدين وبنت، هم ولدين وبنت، ويقدر يكون يعني ربما هذول الولدين والبنت هم لسات هم تزوجوا في البيت وهو منهم، الظاهر انهم كذا، لكن هم اكثر من 3 يعني اشخاص، تمام؟ الان هم اللي لسه ما تزوجوا في بيتهم. لما تتعرفين على هذا الشخص اسألي هذا السؤال، يعني كم عندكم من في البيت لسه ما تزوجوا؟ أكيد جدا رح يقولك إن عندي أنا وأخويا أو أخوين وأنا وأختي، أوكي؟ هذا كإشارة مرة دقيقة. بالنسبة لي
الأم مرة كويسة، إنسانة طيبة وإنسانة محترمة، وهم ناس طيبين جدا يعني، ترى ما شاء الله راح تنحطين في عائلة كويسة. راح الشخص هذا راح يبادر. خلينا نشوف السؤال، يعني يقول متى راح يبادر هذا الشخص ويعترف لك بالحب؟ اصبر شوي، عندك وقت بسيط جدا، بعد أسبوع، بعد يوم، بعد شهر ماكسيمم من تاريخ سماعك لهذه القراءة، والله العظيم ثم والله العظيم راح ترجعين وتتواصلين معاي أو تكتبين رسالة وتقولين يا أم مسك ترى الشخص هذا تقدم لي. وللبعض منكم راح يكتبون تحت هذا الفيديو إنه أنا عندي شكوك إنه في شخص قاعد يراقبني، أو راح تكتبون أنا صاحبة المجموعة الأولى وعندي شخص بنفس المواصفات اللي ذكرتيها، ترى سبحان الله أنا خايفة، يعني ليه ما تحرك الحين؟ أصبر شوي، لأنه من النوع الإنسان البطيء في التصرف، في التعامل، في يعني مو متسرع، وهذا شيء كويس وإشارة كويسة أنه إنسان محترم ويخاف الله فيكي، تمام؟ فبالنسبة للمجموعة هذه الله يسعد قلوبكم إن شاء الله، يا رب نسمع لكم كل الأخبار الحلوة. إن شاء الله خير، فالخير عليكم وعلى كل المستمعين للقراءة رقم واحد. نشكركم على كل يعني الاستماع إلى هذه القراءة من أولها إلى آخرها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. خلينا ننتقل بسم الله إلى القراءة رقم 2، هي قراءة القراءة يعني الموالية، هي قراءة الحجر الأخضر. نأخذ الحجر الأخضر، طبعا لأصحاب الحجر الأخضر الآن لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. نرجع هذول الكروت كلها ونأخذ القراءة رقم 2، هي قراءة الحجر الأخضر. ولو تلاحظون أنا إنسانة أحب اللون الأخضر، بالنسبة لي يعني اللون الأخضر هو لون الرزق والخير، وأحب رقم 5 و7. ما شاء الله يعني أنا من محبي هذه الأرقام الفردية فقط، أما الأرقام الزوجية فأحب رقم 2 ورقم 4. وراح أعطيكم إن شاء الله وأوافيكم في فيديوهات جديدة، أقول لكم أو أشرح لكم موضوع الأعداد والناس اللي بتحب الأعداد الزوجية كيف، وبتحب الأعداد الفردية كيف. راح أعطيكم كامل الأمور والتفاصيل من خلال فيديوهات جديدة. يلا بسم الله نبدأ، نكتب توقيت القراءة الآن. قراءة رقم 2 هي قراءة الحجر الأخضر. اختر عدد وستعرف نوع زواجك. اوكي، طيب بالنسبة للي اختارت القراءة هذه اقول لك بس حاجة وحيدة، اول بداية لازم نؤكدها لك الان، انه لازم تسوين فتح قسمة نصيب وتسير امورك. ترى عندك بعض التعطيلات، ربما للي دخل هذه القراءة انت ربما كان عندك شخص في حياتك وراح، او عندك ناس تبغى توصل لك وتبغى تخطبك، لكن عندك امورك مقفلة من ناحية الامور العاطفية. أشوف إنه عندك أشياء مقفلة كذا أو حاجة، فيبغالك فك للتعطيلات الموجودة. في ناس كذا تتواصل معي تقول لي ترى أنا مسوية فتح قسمة نصيب ويكون عندها تعطيلات، ترى مستحيل تقدر إنك تفتحين قسمة نصيبك وإنتي معطلة وإنتي عندك تعطيلات في حياتك. يعني إحنا ما نقدر إنه نكسب طاقة إيجابية إلا ما نحذف كل الطاقات السلبية. فعطيتها لك كاش من الأخير، ترى هنا كروتك قاعدة تقول إنه ترى أنت إنسانة محتاجة تنظيف طاقة عشان تتيسر أمورك. هذه أول شيء قبل ما نبدأ في قراءة الموضوع بخصوص الحبيب. طيب بالنسبة للحبيب، إن شاء الله بعد ما تسوين تنظيف الطاقة وكل حاجة، كل الناس اللي ما قدروا إنهم يتقدموا لك بسم الله ما شاء الله راح يتقدموا لك دفعة واحدة، ولك حرية الاختيار في ذلك، تمام؟ لأنه أنت كنت معطلة زي بالضبط. كيف أشرح لك أنت وضعيتك؟ أنت عندك خطاب، بس الخطاب نمثلهم على أساس إنهم موية، الموية عليها سد، ما تقدر تتدفق هذه الموية إلا إلين يروح السد هذا ويبتعد.
اوكي ونفتحه. فيبغالك انتي فتح قسم نصيب وتفكيك العقد الموجودة عليك مهما كان نوعها، سحر، حسد، عين، طاقة سلبية، اي حاجة تأثر على حياتك، نفك هذه الاشياء عشان يتدفق الخير، يتدفق الموية، الخطاب، الناس الطيبة، وكل اللي ما تقدم لك يتقدم لك بإذن الله السميع العليم. اللي يريد يحجز ترى هالفترة انا مسوية خصومات، جددت الخصومات نظرا ما شاء الله، يعني كل الناس يتواصلوا معي تقول لي انا تراني قاعدة اجمع المبلغ عشان كذا وكذا، اقول لها خلاص دام كذا انتهى الموضوع، فاعدت تخفيضات مرة اخرى. طيب اقول لك الشخص اللي راح يتقدم لك يا عمري هم مو بس واحد، ترى واحد اثنين ثلاثة اربعة، بسم الله ما شاء الله، كل اللي تركوك في حياتك راح يرجعون لك ما شاء الله يعني، وراح تشوفين من بعد هذا الفيديو راح تشوفين بعد فترة. اوكي هذا واحد. اثنين، انت اللي راح يتقدم لك راح يكون اكبر منك بثمانية سنوات، وهو انسان ميسور جدا. خلينا من الناس اللي تقدموا لك كلهم، احنا بس لما نتزوج راح نتزوج واحد طبيعي يعني، فالشخص اللي راح يتقدم لك راح يكون اكبر منك بثمانية سنوات. نوع زواجك راح يكون عن طريق معرفة، معرفة انت تعرفيها، يعني الشخص هذا انت تعرفيه وسبق انك تواصلتي معاه وحكيتي معاه وعشتي قصة حب معاه، او يقدر انه يكون تعارف بسيط وراح والحين رجع، تمام؟ معرفة، معرفة انت تعرفيه، ما راح يكون عن طريق واسطة. ترى في فرق، في ناس تسألني كيف يعني ايش معنى معرفة، يعني يعرفني عن طريق شخص؟ لا، اذا كذا بقول لك واسطة. ترى انت تعرفيه من نفسك، يقدر يكون انه شخص من الماضي او يقدر يكون انه شخص جديد، وشخص هذا اكبر منك بثمانية سنوات. راح يجيب اهله وامه وعائلته، ويكون انسان يعني ما شاء الله كفو، ويبغى انه يجي بالحلال الطيب ويطرق باب بيتكم عشان يعني ما شاء الله يتم الزواج والنصيب. والشخص هذا جاد جدا، ربما انت تعرفيه قبل وصار سوء تفاهم، انه الشخص هذا يمكن انك فهمتيه بالغلط، يمكن انه الشخص هذا غلط في حقك، ما اهتم فيكي، ما في شروط انت او اشياء او طريقة عيش معينة لهذا الشخص ما عجبتك، ربما الان تعدي الحالة، اصطلح حالة، صار انسان كويس، صار انسان محترم، عشان كده يعني صار ربما يبغى الحلال، فما رح يلاقي غيرك او ما رح يلاقي احسن منك بالاساس. اوكي خلينا ناخذ الكروت التعزيزية ونشوف ايش برج الشخص هذا. كده ناخذ بطريقة عشوائية، ناخذ الكارت اللي نزل بعد وخلينا نشوف ايش الكروت اللي معطيتني الان. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي برج مائي، برج الحوت. برج الحوت راح يكون برج الحوت عندك طاقة سلبية، شفتي هذه الطاقة السلبية، الحسد، العين، أي كان طاقة سلبية، سحر، عين، كما شرحت لك في البداية. خلينا من الطاقة السلبية الآن وراح نفكر بمواصفات الشريك. راح يكون من برج الحوت، أكبر منك بثمانية سنوات، هو برج مائي بالأساس، السرطان، العقرب، الحوت. كذلك هناك برج يعني يقدر يكون انه برج، نعم في برج ناري بعد اللي هو برج القوس او برج الحمل، هذول الابراج اللي مبينه معاي فقط. بالنسبه للشخص هذا كانه الان عرف، خلينا نقول عرف انك انسانه كويسه، لانه الكارت هذه قاعده تاكد لي انه الشخص هذا يعرف قيمتك او احس انه انت الانسان الكفو اللي يؤتملك على يعني يؤتمنك على حياتك او على الحياه الزوجيه بصفه عامه، ويشوف انك انت هي الزوجه الصالحه. الظاهر انه رجع الى رشده وعقله وقال انه هذه البنت هي اللي فعلا انا احتاجها، ويبغى ياسس معك بيت وحياه ومستقبل، فأشوف أنه جاد ترى. أوكي الشخص هذا يقدر يكون الآن هو مو بعيد عنك صراحة تامة، يعني أنا شايفة أنه موجود قريب جدا بعد، يقدر يكون أنه يراقبك، شايفة كذا أنت أونلاين أو لا، يقدر يكون أنه اختفى عنك وحابب أنه يشوفك أنت يعني قاعد يراقبك، يبغى يعرف هل أنت مثلا رحتي شفتي غيره،
مرتبطة أو لا، رح يسألك الأسئلة هذه ثم رح يرجع لك ويتواصل معك، ورح تشوفين الكلام هذا، وأقسم بالله رح ترجعين لتحت هذا الفيديو وتقولين ترى أنا شاهدت هذا الفيديو بهذا التاريخ، ورح أرجع وتواصل معاكي وأشوف، ورح ترجعين تحت كومنتك اللي كتبتيه وتقولين صار معي كذا وكذا وكذا. أوكي طيب يا عمري، بس أنا أبغى أقول لك إنه ترى المسافة بينكم مرة قريبة، وأوصاف الشخص هذا أنتي تعرفي ما يحتاج إلى وصف، بس أعطيتك عمر والأبراج الموجودة الخمسة، وأقول لك إن الشخص هذا غلط في حقك وراح يرجع يكلمك ويعتذر لك، ويقدر يكون انتم كنتم في علاقة حب، علاقة صداقة، مهما كان نوع العلاقة غلط في حقك، وراح يرجع يتصل عليك وراح تشوفين الشيء هذا بنفسك. إذا محتاجة رجوعك إلى اعتذار راح يعتذر، وإذا محتاجة رجوعك عشان يراضيك بهدية راح يجيبها، وراح تشوفين كيف الموضوع راح يكون طيب. أوكي إذا اختفى عنك هذا الشخص، اختفى عنك وابتعد وكذا، لا رح يرجع، رح يرجع ويتواصل معك ورح يحدد موضوع الزواج. بالنسبة لتاريخ الزواج عشان ما انسى، ترى الزواج موجود هنا، كارت الزواج عندك انت وهذا الشخص، شوفي كيف قاعد يراقبك الآن، قاعد يراقبك. ربما انت انفصلت عن هذا الشخص بسبب خيانة او بسبب تعدد او بسبب حاجة انا ما ادري احددها بالضبط، لكن هو سيعترف بخطأه ويرجع، راح تشوفين انت بنفسك. يقدر يكون حتى انتم متعرضتم الى سحر تفريق او انفصال او حاجة، لكن في علاج، المهم في علاج. انت اذا ما اعرف، انا ما اقدر احدد كل قراءة كل شخص وكيف، لكن بحسب اي واحد عندها حالة علاج تحتاجها روحي عالجي نفسك، تمام؟ فاقول لك انه بالنسبة لتاريخ زواجك راح يكون بعد 5 أوقات، إما بتاريخ شهر 5 سنة 2022، أو راح يكون بعد 5 شهور، يعني إما 5 شهر 5 أو شهر 6، هناك 5 أوقات عندك. كذلك شهر 10 مرة مرة مرة، شهر أكتوبر 2022 مرة كويس عليكي بعد. المهم هذول التواريخ الثلاثة، إما شهر 5 أو شهر 6 أو شهر 10، هذول الـ3 تواريخ بسم الله ما شاء الله يقدر يتحدد فيهم زواجك، تمام؟ فيا رب يا رب نسمع لكم كل الأخبار الحلوة حبايبي يا حلوين، إن شاء الله يا رب نشوفكم على خير ونسمع لكم كل الأخبار الطيبة، وإن شاء الله يا رب في فيديوهات ثانية. أوكي إذا عجبتك هذه القراءة لا تنسين الاشتراك في القناة عشان يصلك كل حاجة جديدة. ننتقل إلى القراءة رقم، يعني القراءة الموالية، قراءة، خلينا نشوف، ناخذ قراءة الحجر الرخامي اللي هي قراءة، أوكي نكتب تواريخ بعد. القراءة الثالثة حجر الرخامي، خلينا نشوف كيفية تعرفك على هذا الشخص، من هو ومن يكون. أوكي الشخص هذا ما طلع لي ولا شخص هنا، طلع لي يعني بس طلعوا لي رموز، فأنا راح أفككهم معكم الآن وأقول لك. بالنسبة للناس اللي اختارت السحب 3 راح تتعرفين على هذا الشخص عن طريق صدفة حلوة، لأنه هنا ما عطيتني شخص موجود الآن ولا شخص موجود قبل، هناك شخص راح يجيكي من خلال الصدفة. الحجر الرخامي تراكم ناس طيبين جدا، وأنتم أصلا تؤمنون بالصدفة وتؤمنون بالأشياء الحلوة، وربما عندكم يعني خلينا نقول شعار ترفعونه، الصدفة خير من رب صدفة خير من ألف ميعاد، الظاهر أنكم تؤمنون بالصدفة. ما تحبون الأشياء الروتينية، دايما تبون تكسرون أي حاجة روتينية، فحييكم يعني دايما مفردين، دائما ناس تبغى انها يعني كرييتيف، يعني اشوف انكم ناس ما شاء الله، يعني خلينا نقول ما ادري بالعربية كيف، بس فنانين مبدعين، ابداع، في ابداع في اي حاجة، ظهر انكم في مجالات فنية او فن
فن، مهما كان نوع الفنون، مصممة، ميك اب ارتست، ما شاء الله اشوف انك حلوة. وانا ليش عطيتك الظاهر انكم انتم اخترتوا بحسب اللون، وحتى لو ما اخترتوا بحسب لون الحجر بقول لك انه ترى في القراءة هنا اعطتني انه انت انسانة منفردة بشخصية معينة ربما الناس قاعدة تحسدك عليها، ربما مجتمع او الناس اللي حوالينك كلهم يعني يتكلمون بنفس الطريقة، يفكرون بنفس الطريقة، يعيشون ويأكلون بنفس الطريقة، يخافون من المجتمع. انت انسانة يعني انديبوندونت، يعني خلينا نقول مستقلة بنفسك بفكرك، وانا احييك على ذلك. والناس اللي اختارت هذه القراءة، كثير منكم لم يتزوج بسبب انه ربما، او مو بسبب، بفضل انه هو راح كمل دراسته، كمل شغله، فتح مشروعه. اشوف انكم ناس قوية جدا، وهذا مرة شيء فخر لكم ولي انا كقارئة، يعني افتخر فيكم ترى، واحييكم على كل حاجة انتم قاعدين تسوونها. يمكن يعني اجوك عروض كثيرة لكن رفضتيها، لانه هنا كل الكروت قاعدة تقول لي انك انسانة عملية 100%، ولا تركتي اي شيء للعاطفة. بس الان ربما حن قلبك شوي، وعاوزة انك تعرفين من باب الفضول، من باب يعني انك تعرفي شريك حياتك من خلال هذا الفيديو. وطبعا حابة اقول لك شيء ثاني بعد، انت من كثر ما انك انسانة تحبين الشيء اللي يكون سبيشال كذا، فحتى طريقة تعارفك عن على الشخص اللي راح تحبيه او وتتزوجيه كذلك، تحبي انه يكون في شيء كذا صدفة يسوي كذا يعني بوم كذا تفجير، حاجة تدخل لقلبك. ربما أجوك عروض كثيرة رفضتيها لأنه ما تحبي أنك تتزوجي كذا بطريقة تقليدية، ما تحبي تتزوجي عن طريق واسطة أنت، ولا عن طريق تعارف بعد لأنه ما عندك وقت. أنت بس تحبي الشخص، تحبين سياسة الانتقاء، تحبي تختاري الشيء من نفسك، من خاطرك، من قلبك، وهذا مرة شيء كويس. وأنا أحييك على كل هذا ترى، لأنه أنا الحين قاعدة أفكك رموز شخصيتك وشخصية الشخص اللي راح، اللي أنت أصلا مخترتيه قبل ما يجيكي. يعني أنت مختار الشخص هذا من داخل قلبك، إنك تبغي شخص بطريقة أو بمواصفات معينة، ما تلاقيه تقفلي على أم اللي يجيك الباب وتقول له تعال يلا روح، يعني روح تراني أنا عندي مواصفات معينة، ما لقيتها فيك أسحب نفسي، ما أضيع وقتي، عملية، دايما تنظرين للساعة. وهذا شيء كويس بس بعدين تراه مو مرة كويس، لأنه لازم أنك تفكرين في أمورك العاطفية. دام دخلتي إلى هنا فأنت تفكرين، فأقول لك أنه حبيبة قلبي، طبعا زواجك رح يكون صدفة، مو زواجك، تعرفك على هذا الشخص راح يكون صدفة جميلة جدا. تقدر تكون في ملتقى، منتدى، اجتماع، سفرية، عمل، حاجة. أنا شايفة إنه تعرفك على هذا الشخص راح يكون في يعني خلينا نقول اجتماع مفتوح أو لقاء مفتوح. أتوقع إنك راح تلاقين هذا الشخص في يعني أمام العامة، أمام الناس. تقدري تكوني حتى رايحة للمول كذا، وما أدري أنا، في حاجة، في لقاء من طرفين، سبحان الله كأنه راح يدق قلبك لأول مرة، وراح تشاهدين وراح وتشاهدين هذا الفيديو، وبعد فترة راح لما يصير معاك الشيء هذا كأنك راح تحطين يدك كذا على راسك وتحكين راسك، تقولين أنا وين شفت هذه القراءة. فافتكري جيدا أنك راح يعني أنك شاهدتيها في فيديو أمسك في قناتي. أقول لك أنت زواجك السنة هذه جاهزة من جميع ما جاهزة، من ناحية الأمور المادية، من ناحية الأمور النفسية،
ما شاء الله، يعني وانتي انسانة تحبين الانسان اللي يكون كويس وكفو ويخاف الله فيك ومثقف خاصة وعملي ويعتمد على نفسه. ربما اجوكي فرص، لكن الاشخاص اللي يتقدمون لك ربما حتى يكونوا طماعين فيكي، طماعين في مكانتك، طماعين في انك انتي امرأة مستقلة. حتى اللي ربما يتقدمون لك قاعدين يكسرون ثقتك بنفسك او يحاولوا انهم يهدمونها، ما يقدروا يشوفونك مرأة قوية، عشان كذا ما يقدروا إنهم يواجهونك فينسحبون أو تنسحبين. هذا كله ما يهمنا فيه، أهم حاجة الآن إنه الله يجبر خاطرك في الشيء اللي أنت تحبيه، ورح يتقدم لك شخص معين بالمواصفات اللي أنت اخترتيها، وقسما بالله رح تشوفين كل الخير بإذن الله السميع العليم. ربما حتى هذه القراءة رح تمدك بطاقة إيجابية، خلينا نقول طاقة تفجيرية، يعني طبعا تفجيرية إيجابية كذلك، تمام؟ فأقول لك إنه نوع زواجك سيكون بالصدفة، صدفة حلوة رح تجمعك بشريك حياتك وتوأم روحك اللي انتظرتيه، وترى هو نفس الشيء عايش نفس مودك ونفس حياتك وضغط العمل وكل حاجة، لكن رغم ذلك هو يبغى الحب، فرح تلاقون الحب من خلال الصدفة. نوع زواجك هو صدفة، وصدفة حلوة، وإن شاء الله يا رب الله يتممها على كل الخير. بالنسبة لتاريخ زواجك أقول لك، ترى هذه السنة عندك الأشهر المميزة شهر 5، شهر 7، شهر 4، وشهر 6. ترى من بداية 4 5 6 7 تأكدي أنهم الأربعة الأشهر من سنة 2022 هي أشهر مثالية على صاحب هذه القراءة، تمام؟ تاريخ زواجك إذا مو بشهر 4 أو 5 أو 6 راح يكون شهر 7، وراح تعرفين الشيء هذا من نفسك، وراح تجيني ولا أنت تكونين متزوجة، تمام؟ المسافة اللي بينكم ما في مسافة، تقريبا من نفس الديرة، من نفس يعني المحيط الاجتماعي، نفس كل حاجة. وبالنسبة للأمور المادية بسم الله ما شاء الله، إنسان ميسور جدا، وقادر انه يعني ما شاء الله، يعني قادر انه يدير حتى 5 عوائل عائلات، ما هو مشكلة، تمام؟ اوصاف الشخص هذا مثقف محترم، بس خلينا نشوف ناخذ كذا حالم، حالم جدا. انتي انسانة حالمة تركضين وراء أحلامك، ونفس الشيء هذا الشخص هو إنسان يقدر المرأة ويحترم كيانها، ويعني خلينا نقول شخصيتها وكل حاجة فيها حلوة، فيحترمك، يحترمك كمرأة حالمة. شوفي، هو يبان لك إنه شخصية من أول ما تشوفيه رح تحبي الكاريزما اللي عنده، رح تحسين إنه فعلا إنسان عنده شخصية، محترم، مؤدب، كل حاجة. وفي نفس الوقت رح تحسين إنه صعب شوي، يعني يبان عليه إنه صعب رغم إنه مرة كويس وكيوت، لكن تحسه صعب، تحس إنه عنده شخصية قوية. ورغم ذلك لما أول ما تتعرفون على بعض رح تفكين شفرات هذا الشخص، وإنتي ذكية جدا وتعرفي تفكيها، ورح تحسين إنه الشخص هذا يعني ما شاء الله، يعني حنون، حلو، مؤدب، محترم، كل حاجة حلوة راح تلاقينها معه. ربما راح يكون سندك في الحياة، وراح يسندك في كل قراراتك وأمورك المصيرية. نعم، بالنسبة للشخص هذا الأبراج هنا، الأبراج النارية والمائية، الأبراج النارية الأسد، الحمل، القوس، أو المائية السرطان، العقرب، والحوت، تمام؟ الحب، الحب، كروت الحب، سيكون عندك كروت الحب، وراح تشوفين كيف الخير راح يكون أمامك، وراح تفتحين بيتك السنة هذه، وراح تشوفين كيف الخير راح يكون قدامك ووراكي. الله يسعد قلبك يا عمري، إن شاء الله نسمعني كل الأخبار الحلوة. الشخص هذا بالنسبة لك عمر يعني مو كبير عليك حيل صراحة، يعني بالنسبة كعمر يعني بينكم كذا خلينا نقول ما يتجاوز، ما يتعدى 10 سنين، فارق في العمر ما يتعدى 10 سنين، يعني
إذا مو سنة، إذا مو في ما في فارق في العمر سنة، فراح يكون 10 سنوات أو 10 شهور. في كل الأحوال الموضوع مرة بسيط، ما في فرق بينكم، الأمور مرة طيبة، في توافق كبير جدا، فيا رب تتسهل أموركم ونسمع لكم كل الأخبار الحلوة. نشكركم على الاستماع إلى هذول القراءات كلها. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وكذلك يعني اللي يريد يحجز قراءة خاصة أو أعمال روحانية هلا ومسهلا بكم جميعا. الرقم الواتساب موجود في صندوق الوصف أو في أول التعليق. شكرا لكم حبايبي يا حلوين، أسعدني كل من يمر على قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.